السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الورد على عيون أحلى سادة مشاهدين، مشاهدي شبكة تلفزيون النهار في كل مكان. حلقة جديدة ومختلفة هذا الأسبوع من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين، حلقة يوم الأربع الموافق 20 أكتوبر 2021 من الميلاد. النهاردة حلقة مختلفة زي ما بقول لحضراتكم عشان فيها أفكار مختلفة، وعشان طبعا فيها أبو الاختلاف وأبو الاستثناء وأبو التميز وأبو عميد الإعلاميين العرب الأستاذ مفيد فوزي في حلقتنا وفقرتنا الأسبوعية كل يوم أربع كلام مفيد. بس خلينا نبدأ كمان بكلام مفيد زي ما هنختم بيه، وهو الحدث اللي حصل النهاردة فيما يتعلق بتخريج الدفعة الجديدة، دفعة 2021 من طلبة كلية الشرطة. والحقيقة أنا عايز أقول لحضراتكم ملحوظة أرجو أن حضراتكم تكونوا واخدين بالكم منها، لأنها تقريبا جزء من حياتنا وإحنا عايشين في إطار الصورة الكبيرة اللي لازم نبقى فاهمينها. في حاجة مختلفة بتحصل في وزارة الداخلية ومش وليدة النهاردة ولا امبارح، بقالها فترة. وطبعا أنا في حل من أن أحكي لحضراتكم تاريخ وزارة الداخلية، كلكم عارفينه أكتر مني. واي حاجه في الدنيا فيها ابس اند داون، صعود وهبوط، وفيها مشاكل وفيها عراقيل وفيها تحديات، وفيها دي مسار حياتنا كلنا سواء كنا كيانات او كنا اشخاص. لكن وتحديدا من بعد 2013 وتحديدا اكتر من 5 6 سنين، في حاله مختلفه بتحصل في وزاره الداخليه، وفي روح جديده موجوده جوه ابناء وزاره الداخليه، وفي حالة من التطوير والتحديث اللي في رأيي لأول مرة تحدث بهذا الزخم وهذه الكثافة وهذه الروعة في وزارة الداخلية منذ إنشائها. والحداثة والتطوير دي لها علاقة بالتكنولوجيا والمعلوماتية والخبرة والتدريب. الأربع حاجات دول فيهم طفرة كبيرة جدا في وزارة الداخلية خلال هذه الفترة. أضف إلى ذلك أنه على مستوى ضبط الجناه وضبط القضايا المهمة في طفرة كبيرة وحضراتكم لمسينها بإيديكم. أضف إلى ذلك على مستوى العلاقة ما بين وزارة الداخلية وأبنائها وما بين الشعب، في حالة مختلفة وممتازة موجودة وبتحصل وبتكبر يوم عن يوم. الله لا يرجع الايام اللي الناس او بعض الناس كانت بتصطاد في الماء العكر وبتحاول طول الوقت توقع ما بين الداخليه والشعب او الشعب والداخليه، لمرحله كنا فيها وكاننا طرفي خصام. الحمد لله ثوره يونيو 2013 عادت الوئام وعادت اللحمه واعادت القصه الجميله، لانه في النهايه الداخليه من الشعب والشعب من الداخليه، كانهم يعني جايبين حاجه من بره. ثم يوم بعد يوم بتتأصل الفكرة وبتتطور العلاقة وبتتلاقى الأهداف، إن كل منا سواء كشعب أو كداخلية هدفنا واحد، إن البلد ده يبقى مستقر وآمن. مستقر وآمن، وده هدف وزارة الداخلية وأكيد هدفنا كشعب. عشان كده بقول لحضراتكم شوية بشوية الدنيا ماشية في السكة الأحسن على مستوى العلاقة ما بين الداخلية والشعب، وعلى مستوى أداء وزارة الداخلية في حد ذاته من الاحترافية والخبرة والمعلوماتية وسرعة ضبط الجناه والقضايا، بالإضافة إلى استخدام النظم الحديثة والتكنولوجيا الحديثة والرقمنة بأعلى مستوياتها. حتى اللي عاجبني جدا، ويمكن في ناس يمكن ما تقول لك يعني فايدتها إيه، بس أنا الحقيقة عجباني جدا جدا الطفرة اللي حصلت في وزارة الداخلية حتى على مستوى الإنشاءات والأبنية. الانشاءات والابنية، بصوا على المقرات الجديدة اللي بتتعمل مثلا للادارات العامة للمرور، ادارة للمرور في الدقي، في 6 اكتوبر، في التجمع، في كذا. اتفرجوا على شكل الادارة العامة للمرور او وحدة المرور دي، وافتكروا كده زمان قوي كان الوحدات المرور كانت عاملة ازاي. كان يوم اعوذ بالله اللي احنا رايحين في وحدة المرور ده هنشقى ونتعب، اولا هنقعد كتير قوي قوي قوي، ثانيا المكان مكسر ومهدم والحيطان مخربشه ومش عارف ايه وحاجه صعبه. حضرتك النهارده رايح وحده المرور الخاصه بيك، مش هتقعد اكتر من ساعه ساعتين على حسب بقى الاجراءات، لو انت بتطلع رخصه او كذا او كذا،
وفي بعض الاحيان اقل من المدة دي لو بتدفع مخالفات او بتعمل حاجة بسيطة. ثانيا انت في مكان راقي ادمي، راقي ادمي، تعرف تقعد، تلاقي مكان محترم مكيف فيه رخام وسيراميك ومش عارف ايه ودورة مياه محترمة، وتلاقي كافيتيريا كويسة وكراسي نظيفة قاعدة وحيطان مدهونة وشكل ولوحات شكلها كويس، بقيت قاعد حاسس ان انت بني ادم لانك في مكان يحترم ادميتك. وده مش بس على مستوى وحدات المرور والتراخيص، على مستوى حتى الابنية الجديدة. شوفوا اكاديمية الشرطة اللي في التجمع، سواء اكاديمية الشرطة او المبنى اللي قدامها تبع وزارة الداخلية، حاجة تحس ان انت قدام فندق 5 نجوم، شيء رائع. هيقول يا تامر وده لازمته ايه؟ لا ده لازمته ولازمته ولازمته. بص دلوقتي على حركة التطوير والتحديث والتنسيق الحضاري اللي بتحصل في كل الاقسام والمديريات اللي موجودة على مستوى الجمهورية. بقى في دهانات وطلاءات جديدة، لوحات شكلها محترم، نوافذ بشكل كويس، لانه في النهاية دي وجهتنا. والناس فاهمة بس ان اللي بيروح الاسم ده الحرامي او المحتجز فيه او السوابق او المسجل خطأ، لا طبعا دول بيروحوا عشان يتقبض عليهم، لكن احنا كلنا بنروح اقسام عشان نتعامل في ورقيات بتاعتنا والسجلات والاوراق الثبوتية بتاعتنا. ثم ان وزارة الداخلية واجهة لمصر، مؤسسة كبيرة وعريقة وقوية من مؤسسات مصر، فلازم هذه الواجهة تبقى واجهة مشرفة وحضارية وتليق بمصر في اطار الجمهورية الجديدة. وهي دي بقى الرسالة التانية او النقلة التانية اللي انا عايز اتنقل الكلام فيها، انه احنا في اطار جمهورية جديدة. ده شئنا ام لم نشأ هذا واقع، والحمد لله ان ربنا مد في عمرنا لحد ما عشنا بدايات الجمهورية الجديدة. هنختلف بقى دي التانية ولا التالتة ولا مش قضيتي، لان في ناس تموت في اللك ده، تموت في العك. لا، ما احنا لو رجعنا ل 2000 سنة 1952 دي الجمهورية الاولى، طب بقى نحسب اللي مش بعدي. مش قضيتي. انا قضيتي اننا في مرحلة جديدة، في جمهورية جديدة، يطلع رقمها زي ما يطلع مش قضيتي. والحمد لله الذي احيانا حتى عشنا مراحل بدايات هذه الجمهورية اللي احنا بنأسسها بايدينا ووفقا لمتطلباتنا ومعاييرنا احنا. في فرق ان تعيش في وطن مفروض عليك، وفي ان فرق ان تعيش في وطن تصنعه بيديك. احنا هذه الاجيال الجديدة من حظها الحلو انها ستعيش في وطن من صنيعة اياديها. عشان كده بقى انا رسالتي النهاردة للطلبة الخريجين الجدد الذين نالوا شرف التكريم والتخرج امام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الداخلية وكل قيادات الدولة. انتوا سلسلة من اجيال كثيرة جدا 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 تخرجت من كلية الشرطة ومن اكاديمية الشرطة ومن وزارة الداخلية وخدمت البلد وما زالت. بس اعرفوا ان انتوا تحديدا خريجي هذه السنوات، السنة دي والسنة اللي جاية واللي بعدها، انتم مختلفون، وتكلفكم غير، وافكاركم غير، وتعليمكم غير. خد بالك التعليم اللي انت خدته السنة كام سنة دول في التحديث والتطوير والتكنولوجيا اللي كان زمان اللواءات والعمدة دلوقتي وقت ما كانوا بيدرسوا ما كانش موجود. فانت اكثر حظا منهم، واكثر تعليما، واكثر ترتيبا، واكثر كل حاجة استعدادا، وكمان داخل على مرحلة مختلفة من الوطن فيها الخدمة الشرطية يجب ان تكون بمقتضيات القرن 21، وكما نتمنى ان تكون وزارة الداخلية في وطننا المصري الذي نحلم به في الجمهورية الجديدة. انتم عنصر رئيسي في الجمهورية الجديدة، وانتم خريجون هذا اليوم هتحطوا معانا اللي هنكتبه في صفحات الجمهورية الجديدة. فبإيديكم ان تمتلئ هذه الصفحات بالانجازات وبالاعمال الشرطية الممتازة وبالامن والامان. ارجوكم اعرفوا قيمة المرحلة اللي انتوا اتخرجتوا فيها، واعرفوا قيمة اللحظة اللي انتوا موجودين فيها، واعرفوا قيمة البلد والوطن اللي بيشهد
رسم ملامح جمهوريته الجديدة الآن. معي على الهاتف دكتور نبيل حسن، عضو هيئة تدريس أكاديمية الشرطة. مساء الخير نبيل بيه. مساء الخير، ازي حضرتك؟ إن شاء الله تكون بخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيب والسادة المشاهدين بخير يا رب دايما، ومصر كلها دايما يا رب في خير إن شاء الله. اللهم آمين. نبيل بيه، حضرتك متفق معايا إنه يجي هذه المرحلة وهذا الوقت يمكن أكثر حظا من الدفعات القديمة والأجيال القديمة، لأن كل شيء توفر لهم من علم حديث ومقرات حديثة واستعدادات على أعلى مستوى، فبالتالي مطلوب منهم أن يكونوا على قدر ما أخذوه من تعليم. أنا بتفق مع سعادتك تماما، وهم فعلا يعني لحد ما وصلوا لهذه اللحظة اللي حضرتك بتتكلم فيها هم على علم كامل وكافي بالتطور اللي شهدته البلاد، وبالتطور والتكليفات والإمكانيات اللي عايشاها مصر في المرحلة اللي احنا فيها، ويعني ايه الجمهورية الجديدة، ويعني ايه التطور اللي شهدته مصر اقتصاديا وتنمويا والطرق وإلى آخره، والجريمة الإلكترونية وما تبعها من جرائم متعددة، سواء يعني جرائم المخدرات او جرائم الارهاب او التطور التقني اللي بيستخدمه الارهابيين او بيستخدمه مرتكب الجرائم بصفه عامه، هم على هذا القدر. يعني الاكاديميه كانت دايما وزاره الداخليه ممثله في الاكاديميه بتتطور بصفه مستمره عشان تواكب وتتواءم مع الظروف اللي بتعيشها البلد، ويعلم الطلبه الخريجين او يعلم اللي خلاص بقى اصبحوا ضباط في الوقت الراهن. ربنا ان شاء الله يوفقهم، وانا بنتهز الفرصه وبقدم ليهم كل تحيه وبقدم لاهليهم كل تحيه، وبنقول لهم الف مبروك لتخرج ابنائكم، وان شاء الله يكونوا اضافه لجهاز الامن المصري. لا، هم على هذا القدر من العلم وعلى هذا القدر من التدريب وعلى هذا القدر من استخدام التقنيات الحديثه لمواجهه الظروف اللي احنا كدوله بنعيشها، لان هم زي ما حضرتك قلت لازم يواكبوا فكرة الجمهورية الجديدة، فكرة التطور التقني اللي بقى في كافة المجالات في مصر، وإن شاء الله يكونوا لهم دور إيجابي في تقدم الدولة المصرية. صحيح، وكمان لازم نشهد يا دكتور إنه حتى على مستوى الممارسة الآن من أبنائنا وزملائنا الأصدقاء في وزارة الداخلية في حالة طفرة موجودة في الأداء الأمني طول الوقت. الأجيال بتبذل مجهود وبتحاول إنها تؤدي عملها، بس هذه السنوات احنا بنلحظ ان في درجة عالية من الاحترافية، في درجة عالية من توافر المعلوماتية، في تكنولوجيا جديدة مستخدمة، ويمكن دي ابرز ملامح مرحلة وزارة الداخلية اللي احنا بنشهدها. هو ميزة وزارة الداخلية الحمد لله انها بتاخد باسباب العلم الحديث، سواء تدريبيا او تعليميا او استخداما للتكنولوجيا. يعني وزارة الداخلية طورت من نفسها في كافة مجالاتها، استخداماتها دلوقتي سواء وسائل الاتصال، وسائل المواصلات، زي ما حضرتك قلت الانشاءات نفسها، اجهزه الحاسب، اجهزه المعلومات طورت من نفسها واستخدمت التكنولوجيا الحديثه، عمليه المراقبه والملاحظه والمتابعه والاقتحام، وكل ده احنا خدنا باساليب العلم الحديث فيها، وبالتالي ادائهم زي ما حضرتك قلت اصبح اداء احترافي، وبقت فيه خبرات تراكميه متعدده لدى معظم الضباط، ونقلوها للضباط الصغيره وللخريجين وبننقلها لهم كطلبه وهم في الكليه. اصبح فيه في الكليه التخصص من سنه ثالثه بالنسبه للطالب بيقدر يعرف ان هو رايح الامن الوطني او رايح الحمايه المدنيه او رايح الامن العام او الامن المركزي او المرور، فبرضه دي بتدي له ثقل زي ما حضرتك عارف ان انا لما اتخصص في جزئيه افضل بكتير من ان يبقى مع برضه المحافظه على الجراوند العام، ان انا الخلفية العامة اقدر اشتغل في اي مجال لو الظروف حكمت ان انا هنزل مأمورية انا مش متخصص فيها انما عندي العلم العام بيها يعني. صحيح. وبالتالي اصبح ضباط الشرطة فعلا ضابط عصري يقدر يواكب ويقدر يتطور مع التطور اللي بتشهده مصر. وانا يعني تلاحظ حضرتك ان القيادة الحكيمة في الوقت الراهن بتولي اهتمامها بمنظومة الامن بصورة غير عادية. حضرتك شفت النهاردة قد ايه السيد الرئيس كان مهتم بتخريج الطلبه، وقد ايه كان مهتم بالحديث عن اسر الشهداء، وقد ايه كان مهتم بتقديم التحيه ليهم، وقال ان سلام الشهيد هيبقى مع السلام الوطني في مثل هذه المناسبات. ودي حاجه ان احنا ما بننساش ابدا ولادنا اللي قدموا ارواحهم فداء للبلد، وخلونا وصلنا للمرحله الامنه اللي احنا بنعيشها، ولا المصابين اللي اتصابوا في عمليات شرطيه او القوات المسلحه، او حتى المواطن العادي اللي تعرض لاذى من الاعمال الارهابيه. لو حضرتك شايف الحمد لله احنا يمكن وصلنا لمستوى ومرحله عاليه جدا
من الاستقرار الامني بعد الفترات العجاف الصعبه اللي احنا مرينا بيها، ويمكن اشار السيد الرئيس لذلك في حديثه النهارده. فعلا عشنا سنوات بعد يناير 2011 كانت صعبه على الشعب المصري جدا، فربنا سبحانه وتعالى يعني حباب الامن في المرحله اللي احنا فيها، وجهاز الامن حقيقي استوعب حاجات كتير جدا واستفاد من التجارب، واصبح لديه قدرات وامكانيات هائله بيستطيع ان هو يواجه بيها كافه المتغيرات اللي بيشهدها المجتمع المصري، لان الجريمه اصلا متغيره وبقى في اجرام منظم وبقى في جرائم غسل اموال وجرائم معلوماتيه وجرائم بترتكب عبر شبكات الانترنت وجرائم بترتكب في دوله ثانيه عشان يقع الفعل المادي بتاعها هنا في مصر او الى اخره. ده كله تطور لابد ان احنا نكون على قدره كضباط شرطه، والحمد لله بيتحلوا الضباط بهذه الامكانيات، اضافه للتعامل مع الانسان كانسان واستراتيجيه حقوق الانسان اللي نادى بها السيد الرئيس واطلقها من شهر، برضه استوعبها الخريجين واكاديميه الشرطه استوعبتها، وبدانا ندرس حقوق الانسان للطلبه، يمكن في كافه المعاهد اللي بندرس فيها بقت ماده حقوق الانسان ماده اصبحت اساسيه. صحيح. ومهمه. صحيح. جدا للطالب يعرف يعني ايه حقوق الانسان، يعرف يعني ايه يتعامل مع الانسان كانسان، حتى المتهم او المجرم نفسه ليه حقوق، هو ان قيدت حريته الا ان حقوقه الاخرى ما زالت متوافره ولابد ان يحافظ عليها، وبالتالي ظبط لا متغير كتير 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 عن المراحل السابقه اللي حضرتك يمكن احنا شفناها كجيل. هم الحمد لله لا خلاص بدات امكانياتهم وتقنياتهم الحديثه اللي بيستخدموها ووسائل الاتصالات والمواصلات اللي هم بيركبوها او بيتعاملوا معاها او المنشات حتى اللي هم بيشتغلوا من خلالها، لا كلها متطوره وبتحمل فطياتها ما يفيده في ادائه العمل وما يسهل عليه ادائه العمل وما يجعله هو محترف في ادائه العمل. تمام، انا بشكرك شكرا جزيلا نبيل بيه، وبهنيك وبهني كل الخريجين واسر واهالي الخريجين. انا عارف النهاردة لحظة التخرج بتبقى عاملة ازاي عند كل اهالي الطلبة، حتى في الكليات المدنية العادية هندسة وحقوق وطب وزراعة وما الى ذلك، فما بالك كمان وانت ابنك بيتخرج من كلية عارف انه هيبقى فيها ممثل للوطن، ما هو الضابط سواء الشرطة او الجيش خريج وفرد ومواطن زينا كلنا، بس في النهاية هو بيتميز بس انه ممثل لبلده. البدلة العسكرية اللي بيلبسها سواء كانت في القوات المسلحة او في هيئة الشرطة لها علاقة بانه ممثل لبلده، الزي الرسمي اللي انت لابسه ده بيحملك مسؤولية وتكليف، مش تشريف بس، بيحملك مسؤولية وتكليف. عشان كده انا عارف فرحة اهلي واولياء الامور والاسر النهاردة بلحظة تخرج ولادهم من اكاديمية الشرطة او من كلية الشرطة، وعارف المستقبل والاحلام اللي هم بيتمنوها لهم. ربنا يحقق كل احلامنا في كل أولادنا، وأسعد ما في هذه المرحلة من علاقة الشعب بوزارة الداخلية وبالشرطة وبرجال الشرطة أنه متهيأ لي رجعت الأيام، أن أنت لو سألت حد طفل صغير دلوقتي نفسك تطلع إيه هيقولك نفسي أطلع. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مراسم تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، وبدأ العرض العام للطلاب الخريجين وسط فرحة وسعادة أولياء أمور الطلاب وتصفيقهم الحادة، حيث تم تخريج 1270 من طلبة كلية الشرطة و50 طالبا وافدا من الدول العربية والإفريقية الشقيقة وهي فلسطين والصومال وتشاد بنسبة نجاح بلغت 99.6%، وتخريج 606 من طلبة الكلية الحاصلين على شهادة ليسانس في الحقوق بنسبة نجاح بلغت 100%، من بينهم 200 طالب حصلوا على الماجستير في القانون، ورسم الطلاب بأجسادهم علم مصر وسطروا عبارة الجمهورية الجديدة عقب الانتهاء من طابور عرض الخريجين وتلاها مراسم تسليم وتسلم القيادة. كما شهد رئيس السيسي العروض الرياضية والقتالية والمهارية لطلاب كلية الشرطة، وفي إطار حرص وزارة الداخلية على فرض الأمن في ربوع البلاد ومكافحة الجريمة بشتى صورها، عرض الحفل فيلما تسجيليا يوضح قيام بعض العناصر الإرهابية للتخطيط لعمل عدائي ضد أحد المنشآت المهمة. ووفقا لما قاله رئيس أكاديمية الشرطة أنه تم عقد 15 ورشة عمل تدريبية بمركز الشرطة حول مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها،
شارك فيها 320 متدربا من قيادات وزارات الدولة والجهاز الحكومي، فضلا عن طلبة الجامعات الحكومية والخاصة، وقد حققت نتائج إيجابية واسعة النطاق. وإدراكا لدور مصر المحوري في محيطها الإفريقي، فقد التحق بكلية الشرطة وتخرج منها اليوم 19 طالبا من رعاية الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، كما التحق بالكلية 12 طالبا من رعاية دول إفريقية ناطقة باللغة الإنجليزية هي الكاميرون وجنوب السودان وزامبيا وسيراليون وليسوتو في إطار منحة دراسية بنظام العامين الدراسيين. وكرم رئيس السيسي أوائل كلية الشرطة بحفل التخرج، حيث قلدهم الرئيس أنواط الامتياز من الطبقة الثانية. مش هننسى أبدا أبنائنا وبناتنا الذين يعني قدموا أرواحهم وحياتهم وإصابتهم عشان مصر تبقى بالوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. وعايز اقول ان ده مازال حتى الان، والله مازال حتى الان يقدم من الجيش ومن الشرطة شهداء ومصابين. مش هنسى ان انا وانا بهني الخريجين الجدد وقال لهم انتوا بتتعاملوا مع المواطن وامنه وسلامته وراحته، فمن فضلكم تذكروا دائما ان انتم تكونوا قدوة لهم، قدوة في التعامل معهم، قدوة في يعني معالجة المسائل الأمنية والمصالح الخاصة بيهم. ده امر مهم قوي. وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمي أمني شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال. والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميا وتدريبيا وبحثيا، فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهي الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكان على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. إسراء سعد، آخر النهار. امبارح أعلننا لحضراتكم، هو الحقيقة مش أعلننا لحضراتكم، امبارح هو أعلن بنفسه بعد ما اقتحم علي الاستوديو الكابتن شادي محمد نجم الكرة المصرية. أعلن امبارح أنه انضم لشبكة تلفزيون النهار، وأنه حيقدم برنامج أوضة اللبس على قناة النهار الرئيسية بإذن الله ابتداء من يوم السبت بعد 3 أيام، وده استمرار للتطوير والتحديث اللي بيحصل طول الوقت على شاشات النهار. بنحاول طول الوقت ان احنا نختار الأفضل واللي قادرين على تقديم المحتوى الأفضل لحضراتكم في كل المجالات، في السياسة وفي الرياضة وفي الاجتماع وفي الاقتصاد وفي الدين وفي كل المجالات. الباكيج الرياضي ليس متوقفا فقط عند الكابتن شادي محمد، لكن كمان في نجم كبير أعلن النهاردة عن انضمامه لشبكة تلفزيون النهار، وحيشترك بأراءه وتحليلاته وفقراته في البرنامجين أوضة اللبس وبرنامج نمبر 1، وهو الموهوب المشاكس دائما النجم نجم الكرة المصرية إبراهيم سعيد. مساء الفل يا أبو خليل. يا أستاذ تامر حبيبي، مرسي على المقدمة الجميلة ديت، وشرف لي أن أنا في مداخلة معك بجد. أنت من الشخصيات اللي أنا بحبها جدا، بتختلف معايا وبختلف معاك عشان نبقى حبايب. ايوه طبعا، لازم نعمل كده عشان شويه الفلفل والشطه. يعني مش انت اللي بتختلف معايا بس على فكره. ايوه انا عارف، وانت الحقيقه يعني عندك كاريزما وعندك بصمه وعندك شخصيه. حبيب. نختلف حبيب. ونتفق، ده شيء طبيعي، لكن في النهايه عندك اسلوبك وكاريزمتك اللي الناس كلها بتحبها يا ابو خليل. حبيبي يا استاذ سامر والله، وده شرف ليا بجد، ومرسي برضو على المقدمه الجميله ديت. وانا شرف ده على فكره، هي دي سنه الحياه، بنختلف مع بعض، ده شيء طبيعي على فكره. احنا الكمال لله وحده طبعا، اكيد كلنا بنتعلم مع الوقت، بنتعلم اكيد دلوقتي مش زي من سنتين فاتوا، مش صح. من زي اكيد مش زي من 5 سنين، لان الحياه تجارب، ولو الواحد ما اتعلمش من الاخطاء بتاعته اكيد مش هيتقدم خطوه. فالحمد لله الواحد ربنا بيديله نعمه ان انت بتشوف الاخطاء اللي انت وقعت فيها، وده تقريبا بيبقى درس الناس كثيره جدا، ان انت وارد ان انت تخطأ، بس الافضل اللي انت تصحح من اخطائك وتبقى افضل. والحمد لله يمكن عليك. انا بقى لي فتره بسعى للموضوع ده، يمكن انا والله يا استمر بجد، انا يعني يمكن اول مره اتكلم في القصه دي. انا من 2012 بحاول اوصل للناس
بالطريقه اللي انا وصلت لها ليهم دلوقتي حاليا في الفتره الاخيره. الحمد لله. انت متخيل كام سنه؟ اه متخيل. انا شايف ان انت اشتغلت على نفسك وحطيت خطه ومشيت عليها. دي حقيقه والله. وده والحمد لله وصلت رغم ممكن فتره كبيره جدا، وممكن كان واحد يمكن انا في البدايه ما كانش حد متوقع خالص، وكان بيتكلم بكلام انت عارف اللي هو برضو الناس واخده عنك فكره صحيح. غير الفكره اللي هي الشخصيه بتاعت ابراهيم. تمام. فالحمد لله مع الوقت ممكن تكون مده كبيره جدا عشان اوصل للناس بالشكل ده، بس الحمد لله الهدف اللي انا اشتغلت عليه واتعاملت بطبيعتي، ولان هي دي طبيعتي فعلا حقيقيه ما اتغيرتش. لا ده هي مش ما اتغيرتش، ده انا غالبا او في رايي لان انا اعرفك من زمان الهر وانت حاولت تقدمه للناس هي شخصيتك الحقيقيه اللي كان بيحصل عليها شويه مشاكل. فعلا والله دي حقيقه. وفعلا انا يعني انا اعرف حضرتك من زمان جدا يعني. مزبوط. وتقريبا اللي قريب ليا يعرف ابراهيم كويس. مزبوط. يعني يعرف شخصيه ابراهيم هي مزبوط. بس الحلو الحمد لله ان انا ممكن استفدت واتعلمت. هو على فكره يا جماعه ابراهيم هايل، هو بس في شعره كده بتطلع لما بتيجي ربنا بقى ايه يعني. حلوه الشعره هي حلوه بس لما بتطول بتبقى صعبه يعني. شويه بتبقى يعني صعبه. خلينا نغير واحده واحده تتشال الشعره واحده 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 واحده. لا بس انا كل حاجة اشهد لك كمان ان انت خلال الفتره اللي فاتت وخصوصا في ظهورك في القنوات المختلفه كمحلل وفي النقد الرياضي، لا الحقيقه الناس حست انه في فكر وفي كلام مختلف بيتقال وفي فهم للامور، خصوصا ان انت كنت لعيب كبير فعارف انت بتتكلم عن ايه. فبالتالي ده رصيد ممتاز تبدا بيه في رحلتك مع النهار. وعلى فكره ده حمل كبير عليا لان انت وصلت للناس بالشكل ده، فمطالب مني ان انا ابقى افضل وطلب مني ان انا اشتغل اكتر واكتر ان شاء الله. باذن الله بوعد الناس وان شاء الله اكون على قدر الثقه وعلى قدر ثقتك ان شاء الله وثقه الناس كلها، ان اوعدهم ان انا اكون افضل واشتغل على نفسي اكتر وعوض باذن الله. باذن الله انا متفائل بشكل كبير جدا خير من خلال تواجدي في منظومه قناه النهار، اللي انا بتشرف ان انا يعني اكتر القنوات اللي انا ظهرت عليها يمكن في السنوات اللي انا كنت حتى وانا بلعب وحتى بعد ما بطلت كوره. ان شاء الله تكون رساله اقدر اوصلها بشكل كويس واوصل للناس افضل وافضل، لان ده فعلا حمل كبير جدا على ان انت الناس منتظره منك هتعمل ايه. فان شاء الله صحيح. من خلال قناه النهار ومن خلال المنظومه اللي بصراحه اللي هي عايزه تعمل حاجه كويسه وعايزه تقدم شيء كويس في المجال الرياضي، ان شاء الله باذن الله من خلال تحالفنا مع بعض ومن خلال قوتنا مع بعض وكلنا بنشتغل على نفسنا، ان شاء الله باذن الله هنوصل لمردود كبير جدا في الاعلام الرياضي، وباذن الله نكون على قدر الثقه دي ان شاء الله تبقى فتحه خير عليك وعلينا وعلى القناه وعلى الوسط الرياضي والبرامج الرياضيه كلها. وواحده واحده بلاش ضرب في الاول يعني، واحده واحده والضرب هيجي لوحده ما تقلقش. اوعدك حبيبي يا ابو خليل. حبيبي يا ابو خليل. حبيبي مليون مبروك وان شاء الله كل الخير ليك وللناس كلها. مبروك لحضرتك وربنا يبارك لك ان شاء الله وتبقى احسن حد في الدنيا ان شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. تسلم لي نجم الكره المصريه كابتن ابراهيم سعيد، منضم حديثا الى شبكه تلفزيون النهار في البرامج الرياضيه عشان يكون اضافه قويه ومهمه. ابراهيم فعلا اشتغل على نفسه كتير وصلح من اخطائه كتير وعرف هو عايز ايه وعمل لنفسه برنامج وخطه، وخلال ظهوره في ساحات الاعلام سواء على القنوات التلفزيونيه المختلفه او على السوشيال ميديا وتقديمه نفسه كمحلل رياضي وناقد رياضي بشكل رزين ومختلف وفي فكر مختلف وكلام حقيقي بيتقال وصل لقلوب الناس واصبح واحد من اللي الناس بتنتظر رايهم في الشارع الرياضي بشكل كبير جدا. كل التوفيق ليه ولشبكة تلفزيون النهار التي لا تدخر جهدا أبدا في أنها تضم الأفضل، لأنها الحمد لله بشهادتكم هي الشاشة الأفضل. طيب في خبر مهم النهاردة يهم طبعا عشاق النادي الأهلي، القلعة الحمراء. انتوا عارفين النادي الأهلي هيشترك بإذن الله في كأس العالم للأندية باعتباره بطل النسخة الأخيرة من دوري رابطة الأبطال، المباراة النهائية اللي الأهلي كسب فيها كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 3-0. وكأس العالم للأندية كان المفروض تنظم هذه النسخة منه في دولة اليابان، لكن بسبب الكورونا وبسبب فصل الشتاء اللي احنا مقبلين عليه واللي لسه مش عارفين كورونا هيبقى عامل فيه ايه، ويبدو ان اليابان كمان ارهقت جدا 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 من الألعاب الأولمبية طوكيو، فبالتالي حصل اعتذار رسمي من دولة اليابان عن تنظيم كأس العالم للأندية. النهاردة تم الإعلان رسميا من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أن هذه النسخة من كأس العالم للأندية التي سيشارك فيها الأهلي ستقام في، أنا عارف أن أنتم هتفرحوا، الإمارات العربية المتحدة.
انا عارف طبعا ان جمهور الاهلي هيفرح لاكثر من سبب. اولا لانها الامارات حبيبتنا وعزيزتنا والقريبه من قلوبنا. رقم اتنين اللي يقدر من هنا يسافر هيبقى السفر بالنسبه له اسهل بكتير للامارات عن ان هو يسافر اخر بلاد الدنيا في اليابان. رقم ثلاثة حتى لو محدش من هنا سافر خالص جمهورنا في الامارات وعشاق الاهلي في الامارات وعشاق المصريين في الامارات بالملايين، فبالتالي يعني الاستادات هناك هتبقى مقفوله تشجيعا للنادي الاهلي، وده دعمه مهم جدا 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 في رحله الاهلي للحفاظ على برونزيه كاس العالم للانديه او ربما السعي نحو الحصول على الفضيه او الذهبيه من يدري، خصوصا انه هذه البطوله هيشترك فيها كبار القوم في العالم. الانديه اللي خلاص تم حسم مشاركتها نادي تشيلسي لانه الفائز بالشامبيونز ليج في النسخه الاخيره في اوروبا، نادي تشيلسي طبعا وما ادراك ما تشيلسي، وفي لوكاكو اللي هو القاطره ده عايز بقى ايمن اشرف وبدر بنون وعلي معلول وياسر ابراهيم يقعدوا يخشوا الجيم من النهارده عشان يستعدوا لوكاكو. فنادي تشيلسي ونادي الجزيره الاماراتي باعتباره بطل الدوري في الامارات لان بطل الدوري في الدوله المنظمه المضيفه بيشترك، مش باعتباره بطل القاره، باعتباره بطل الدوله اللي بتستضيف البطوله. فنادي الجزيره وفي نهائي بطوله اسيا هيتلعب الاسبوع اللي جاي ما بين الهلال السعودي اللي صعد امبارح بعد فوزه على النصر ونادي يوهانج الكوري، فالفائز منهما هو اللي هيشارك ان شاء الله في هذه النسخه في كاس العالم للانديه في الامارات. وفي ناديين برازيليين بالميراس وفلامينجو واصلين لليبرتادوريس في كاس امريكا اللاتينيه، اللي هيكسب منهم هيشترك. وفي نادي مونتينيجري المكسيكي ومش عارف ايه النادي الامريكي غالبا حاجه من كلوب امريكا، كلوب امريكا ومونتينيجري الاثنين برضو هيلعبوا مباراه فاصله، اللي هيكسب فيهم هيلعب في البطوله. اذا احنا بنتكلم على كبار العالم في النسخه الاقوى ان شاء الله من كاس العالم للانديه. كل التوفيق باذن الله للنادي الاهلي. وبالمناسبه الموعد لم يتحدد بعد، المفروض كاس العالم للانديه بيتلعب ديسمبر يناير فبراير، بس السنه دي سنه كبيسه، مش كبيسه في الكبيسه في الاجنده الرياضيه. عندنا كاس العرب اللي خلاص بقى مقيد في الفيفا فلازم يتلعب، وعندنا كاس الامم الافريقيه اللي هتتلعب في الكاميرون المفروض انه ميعادها في يناير، فهيحاولوا يشوفوا بقى وقت يا اما قبل كاس الامم الافريقيه يا اما بعدها، لكن في النهايه النسخه مقرره والبطوله هتتلعب والاهلي ان شاء الله يشرف مصر ويحصل على ميداليه في الامارات. طيب ناخد ايه؟ هشاشة العظام؟ ماشي. هشاشة العظام كام؟ صفحة كام؟ انظر صفحة كام؟ صفحة 10 ماشي. ده البروتوكول اللي تم توقيعه ما بين وزارة التضامن الاجتماعي في مؤتمر تكافؤ الفرص التعليمية تحت رعاية وحضور الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدولة البحث العلمي، والدكتور طارق شيء وزير التربية والتعليم، والدكتورة هبة صالح مدير معهد تكنولوجيا المعلومات ممثلة لوزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. مؤتمر تكافؤ الفرص التعليمية كان الهدف منه هو تكريم أوائل الثانوية العامة من ذوي الإعاقات البصرية وزملائهم وأبناء تكافؤ الذين حصلوا على منح دراسية للعام الجامعي العام الماضي، وتم تكريم مؤسسات العمل الأهلي، وقامت الوزيرة باستعراض جهود الوزارة وبرامجها المختلفة لدعم تكافؤ الفرص التعليمية. شهد الاحتفالية توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وجمعية الأورمان بقيمة 16 مليون جنيه لشراء 2000 لابتوب للطلبة المكفوفين في جميع الجامعات المصرية. كل التحية لوزارة التضامن الاجتماعي على البعد الاجتماعي والرعاية الاجتماعية الهائلة. وطبعا الكلام عن جمعية الأورمان يعني أنا شهادتي فيها مجروحة لأنهم الحقيقة من مؤسسات العمل الأهلي والمدني اللي يشار إليهم بالبنان وهم رواد في هذا المجال. تقرير. النهارده ان شاء الله هذا المؤتمر امتداد يمكن لمناقشه سياده الرئيس في اخر اجتماع، وكان بيناقشني انا فعلا في الحياه حياه كريمه مع المجتمع المدني. النهارده بنأكد ان المجتمع المدني مع كافه اجهزه الدوله تمثله وزاره التضامن هي فعلا حياه كريمه للانسان. بناخد من هذا الحياه الكريمه هو ذو الهمم البصريه. فانا بقول لكل طالب او طالبه
ذو الهيئة البصرية، احنا معاكم في كل مكان. في النهاردة من طلبة الجامعات، جميع الجامعات المصرية، بروتوكول تعاون مع جمعية الأرمان ووزارة التضامن الاجتماعي لتوزيع 2000 لابتوب للمكفوفين الشاملين برامج تعليمية لسماعات علشان يقدر يذاكر ويعمل ماجستير ويعمل دراسات عليا زي وزي أي حد. احنا بنشتغل على ذو الإعاقة البصرية، ذو الإعاقة الحركية، بنوزع أجهزة تعويضية ونسلم أجهزة تعويضية أو كراسي متحركة لجميع المعاقين اللي عندهم إعاقات حركية. كده حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعني كان ممكن تكون حبر على ورق. فعاد فخامة الرئيس تم إصدار قانون رقم 10 للعام 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. القانون كان فيه مكتسبات مهمة جدا، وإحنا بنلمس تطبيق هذا القانون وبنلمس حرص الدولة على الاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، والدليل وجودنا في هذا المؤتمر. التكريم ده بيمثل لي يعني بالضبط زي ما يعني سيادة الرئيس قال حياة كريمة، لأنه فعلا إحنا كمكفوفين وكذوي احتياجات خاصة بقينا بنعيش دلوقتي حاليا حياة مكرمة، حياة كريمة، في اهتمام بالمتفوقين من الطلبة المكفوفين. يعني الاهتمام ده في حد ذاته بيمثل لي نقطة وهي المساواة، وبيمثل لي كمان ما فيش فرق بين كفيف ومبصر. التكريم بيديني حافز اني اجتهد اكتر، ودي نصيحتي لاي طالب في الثانوية العامة ان هو يجتهد عشان يوصل لمرحلة علمية بالغة يعني، ويكون له شأن علمي كبير في الجامعة بتاعته. أيام قليلة تفصلنا عن إجراء انتخابات الأندية، ومن بينها الأهلي الذي سيطرت حالة من الحيرة بين أعضاء مجلس إدارة النادي الذي يرأسه حاليا محمود الخطيب بسبب تأجيل الخطيب إعلان القائمة الجديدة للانتخابات المقبلة. ومن المقرر أن تجرى انتخابات الأهلي يومي 25 و26 من نوفمبر المقبل في دورة جديدة للقلعة الحمراء خلال الفترة بين 2021 و2025. وأعلن الخطيب نيته الترشح في الانتخابات المقبلة للتواجد في منصبه لفترة 4 سنوات قادمة. فاللائحة الجديدة تنص على انتخاب رئيس ونائب وأمين صندوق وتسعة أعضاء لمجلس الإدارة، بينهم 2 تحت سن 35، بينما التشكيل الحالي 3 تحت السن و6 فوق سن 35. وحقق الأهلي تحت رئاسة الخطيب في ولايته الأولى كرئيسا للنادي العديد من الإنجازات الفردية والجماعية في مختلف الألعاب، ولعل أبرزها حصول الفريق الأول لكرة القدم على بطولتين متتاليتين لدوري أبطال إفريقيا عامي 2020-2021 على حساب الزمالك وكايزر تشيفز، بالإضافة إلى تتويج الفريق ببرونزية كأس العالم للأندية والذي أقيم في قطر خلال شهر فبراير الماضي، وذلك للمرة الثانية في تاريخ النادي. هذا بجانب البطولات المحلية المختلفة التي حصل عليها الفريق الكروي بالنادي الأهلي، بالإضافة إلى بطولة واحدة للسوبر الإفريقية. ونتيجة هذه الإنجازات حصد الأهلي جائزة جلوب سوكر كأكثر الأندية تتويجا في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال القرن 21. وفي الألعاب الأخرى حصدت كرة اليد والطائرة والسلة على العديد من البطولات المحلية والقارية في السنوات الماضية. ومن الإنجازات التي حققها الخطيب كرئيس للقلعة الحمراء أيضا هي توقيعه على عقود استلام أرض الفرع الرابع في التجمع الخامس، وذلك في عام 2018. كما وضع الأهلي تحت رئاسة الخطيب حجر الأساس لاستاد النادي الجديد في الشيخ زايد، وذلك في حفل ضخم في شهر مايو من العام الجاري. وسبق وأن قدم بيبو ميزانية ضخمة للأهلي عن طريق عقود الرعاية والتي تخطت قيمتها 1 مليار جنيه، وهو ما يمثل نجاح إداري كبير لمجلس الإدارة. وأشار الخطيب عن وصول ميزانية الأهلي إلى 2,539,000,000 جنيه في عام 2021، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الأندية المصرية. إسراء سعد، آخر النهار.
فعلا احنا مقبلين على موسم انتخابي تقريبا في كل الأندية المصرية، والنادي الأهلي أعلن عن انتخاباته اللي هتجرى يوم 25 و26 نوفمبر القادم، يعني قدامنا شهر وعشر أيام تقريبا. وأنا هقول لكم، أنتوا عارفين طبعا أنا أهلاوي، يعني حتى النخاع ده مش محتاج إن أنا أعلن عنه يعني، لكن خليني أقول لكم رأيي بعيدا عن أهلاويتي. إنه لو بصينا لانتخابات الأهلي خصوصا بعد ما أعلن محمود الخطيب نيته للترشح لأربع سنوات جديدة كرئيس للنادي، أنا أعتقد إنه لو استبعدنا حتى الإنجازات اللي عملها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ومجلس الإدارة الحالي، سواء في مسألة الإنشاءات أو المقرات والفروع الجديدة للنادي، أو على مستوى البطولات، أو على مستوى الاستثمار، أو على مستوى أضخم ميزانية في تاريخ الأندية المصرية كلها 2.5 مليار جنيه بسم الله ما شاء الله في عام 21، أنا في رأيي أن الأمر شبه محسوم لمحمود الخطيب، مش بس عشان اللي أنا قلته، لا، عشان رمزية محمود الخطيب، علشان رمزية محمود الخطيب بيبو. بيبو في رأيي هو الأسطورة الحية الوحيدة الباقية للنادي الأهلي. كل الأشخاص التانيين لهم كل الاحترام في كل التاريخ اللي خدموا بيه النادي الأهلي، لكن في النهاية يبقى أن يؤخذ منهم ونتكلم عليهم، ولهم سلبيات ولهم أخطاء، لكن جمهور الأهلي لما بيبص للخطيب ما بيبصلوش باعتبار كشف حساب له سلبيات وعليه إيجابيات، بيبصوله على أنه بيبو الرمز الأسطورة، امتداد لصالح سليم، امتداد لحسن حمدي، امتداد لعبد صالح الوحش، امتداد للأساطير والرموز الكبرى التي لا يختلف عليها داخل جدران القلعة الحمراء. عشان كده في رأيي أنه طالما أعلن بيبو الترشح هتبقى فرصة أي منافس أمامه تكاد تكون مستحيلة من وجهة نظري، لكن الأيام بيننا وربما الأيام تكشف الجديد. بيبو هيعلن عن قائمته في من سيبقي من مجلس الإدارة أو من يستعين بهم من غير مجلس الإدارة، ده قراره الشخصي، لكن أعتقد أن بيبو مرشح لأربع سنوات قادمة على رأس النادي الأهلي. كل التوفيق للقلعة الحمراء وكل التوفيق في انتخابات الأندية الأخرى. عايزين مجالس إدارة تخدم النادي وتخدم أعضاء النادي وتخدم جماهير النادي، مش تخدم نفسها. هسيب حضراتكم دلوقتي مع هذا التقرير اللي وحشنا، تقرير السوشيال ميديا بقى لنا كام يوم ما عرضناهوش عشان الزحمة، تقرير منصات التواصل الاجتماعي، الحاجات اللطيفة واللقطات المختلفة والمتميزة، المواقف والطرائف والعجائب والغرائب من كل دول العالم. وبعد الفاصل مفيد فوزي في الكلام المفيد. أخبار وصور وفيديوهات كتيرة يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوميا، واحنا في برنامج آخر النهار نرصد لكم أبرز ما جاء فيها، والتي كان من بينها: انتشر مقطع فيديو غريب على تطبيق انستجرام لرجل هندي يحمم ثعبان كبرى حيث وقف يسكب الماء على رأسه باستخدام دلو وخرطوم، وحقق الفيديو آلاف المشاهدات بعد تداوله على نطاق واسع، ليأتي المشهد هكذا. في ظل أزمة الوقود التي تشهدها المملكة المتحدة البريطانية مؤخرا، دخل مواطن بريطاني إلى محطات الوقود ممتطيا حصان محاولا أن يعرضها كحل ساخر لأزمة الوقود في البلاد، ويظهر في الفيديو الرجل يركض بالحصان إلى جانب السيارات ويغني في قائمة الانتظار: أنا على حصان، لست بحاجة إلى البنزين لأنه يعمل بالجزر. قامت راكبة بالقفز من على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية عن طريق الخروج من مخرج الطوارئ والقفز على الجناح، الأمر الذي أدى لاعتقالها لتعريض حياتها للخطر. انتشر مقطع فيديو غريب على مواقع التواصل الاجتماعي لرجل أمريكي من ولاية فلوريدا أثناء محاولته اصطياد تمساح في منزله باستخدام سلة مهملات كبيرة، ليأتي المشهد هكذا. شهدت إحدى المدن الصينية حادثا غريبا بطله خنزير بري اقتحم أحد البنوك قبل أن تتمكن السلطات المحلية المختصة من التدخل لإخراجه باستخدام القوة ونقله إلى منطقة الغابات التي جاء منها. إسراء سعد، آخر النهار.
أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل وعاد إلينا الأستاذ مفيد ببهاء ورصاصاته الصحفية وطلاقاته التلفزيونية في الكلام المفيد. مساء الورد يا أستاذ مفيد. مساء التأملات في الموروثات. التأملات في الموروثات. الترابيزة دي وظيفتها إنها تبص بتحليق، تحليق صح؟ جيزنج. بتحليق نحو كل ما في المجتمع. ممتاز. سواء كانت أفكار بالية أو أشياء جديدة. صحيح. اللي هكلمك عنه أشياء قديمة لا تزال في الأمخاخ. تفضل. منى جالها عريس. منى جالها عريس. أمها قالت ما يمكنش تتجوز منى إلا اتجوزت أختها الكبيرة راندا. مش العريس. جه عريس لاختها التانية الصغيرة. قالت انا قلت كلمتي البنت راندا لازم تتجوز. كويس. علشان خاطر تتجوز البنات الاصغر. حلو. دي معادلة يا تامر بتحكم البيوت المصرية. صحيح. وهي موروث قديم جدا ولا زال. هو حضرتك معترض عليه؟ طبعا. طبعا. انا رأيي انه منى جالها عريس. خلاص اللي يجيلها عدلها تمشي. خلاص شوف انت قلت عدلها. يعني اللي ربنا يقرر. خليني بقى ارفع المساله الى المشيئه الالهيه. لا شوف قد ايه بقى. لا لا يا استاذ مفيد ارجوك لا تستخدم ذكائك معايا. لا ده مش ذكاء. لا ما هو ده واقع يا فندم. بس بالراحه عليا. اتفضل. حضرتك لما تجنب الموضوع للمشيئه الالهيه يبقى بتزنقني مش هقدر افتح بقي. ما انا بقول لك منى خبطت على باب عريس. خبط على باب منى. عريس خبط على باب منى. ماشي. انا بس سؤال. طالما دخلناها في المشيئه الالهيه. انا مش هقدر افتح بقي. مش هقدر اتناقش في المشيئه الالهيه. لكن اتناقش في الموروثات. وهو فعلا مش حقيقه انه ده يعني سيناريو الهي من ربنا. ما هو السيناريو إنه الالهي انه حد يخبط على باب. برافو حد. عليك يا ريس. سيناريو الهي انه خبط. بس مش بالضرورة عدلها. مش مشكلة. مش بالضرورة هو لا اللي لا يسيبها. تمام. مش بالضرورة هو اللي يسعدها. لكن احنا اللي بنقف عنده الموروث. الله يفتح عليك. القديم. تمام. نعم. خلينا نتفق عشان بس البداية دي كانت مكهربة شوية. ان كل شيء هو المشيئة الالهية. ايوة. صح. معاك. تمام. يعني ايا كان اللي هيحصل. تمام. دي مشيئة ربنا سبحانه وتعالى. تمام. فدي مقفولة. نعم. بس ما تزعلش مني لو لقيت ان انا ميال شوية للفكرة دي. شوية. انه الكبيرة تتجوز يا حبذا. يعني خليني برضو اقول يا حبذا. ان الكبيرة تتجوز الاول ليه لو في سلسلة بنات او بنتين. علشان النفسية. ما هي هتوقف العادة للاخر. انا معاك. بس هو حرام. لو اتفقنا. اي بس حرام. ما هو لو اتفقنا ان فكرة العادل دي فكرة نسبية. يعني مش بالضرورة اللي خبط على الباب يبقى هو المناسب. هو الاخ جه لمنى. لكن نجاش لرندا. ماشي. رندا خصوصا لو اكبر من منى بشويه حلوين. يعني لو اكبر بسنه مش هتفرق. بسنتين ماشيه. لكن لو رندا طبعا هي الاسماء اللي طرحها الاستاذ مفيد. يعني لو رندا عندها 30 سنه. ركز معايا كده. وخلي بالك كمان. انا عايزك تحط نفسك دلوقتي مكان ابو رندا. نعم. انت ابو رندا. رندا عندها 30 سنه وهي بنتك. ومنى عندها 21 سنه وهي بنتك. نعم. فرق بينهم كام سنة؟ 9. حلو. ومنى خبط على بابها عريس بمنى. فهيجي يقول لك استاذ مفيد انا عايز اتجوز منى. لو انت الاب اول حاجة هتعملها هتقوم عامل كده. هتقوم باصص لرندا وتشوف اللي حصل ده هيأثر ازاي على نفسيتها. وهل ممكن تنكسر ولا تكتئب ولا تزعل انه اختها الصغيرة اللي فرق بينهم 9 سنين جالها عريس معناها انها عليها اقبال وهتتجوز وتروح بيت العدل وتخلف ورندا اللي تكبرها 9 سنين لسه قاعده. من الذي يقرر هذا؟ الاب. لا والام. حاجه الاكبر من كده. المشيئه الالهيه برضو. ما خلاص انت كده كتفتني خلاص. لا انا مش ما هي تكتيفه. انا لا اغلق الباب في وجهك ابدا. انا عاوزك تدرك انه حد خبط على يعني مش عارف اقول لك إيه. جالها عدلها. بص انا هوافق في حاله واحده. بص يشيل
لا يشيل، لا يشيل في عينه مش هذا حد يشيل، لا يشيل مين ده يجي ويقدم فروق والطاعة ويقدم يعني ده هياخد بنتي يا نهار اسوح يعني طلع البنت التانية كمان والبنت التانية لما جالها طبعا سلمى قالت لا ما هو انا بقول لحضرتك بس خد بالك ان الاب قال والست هي اللي قالت الام مما يدلل على ان الموروثات القديمة تحيا في عقول الستات وجدتنا المحترمات. طب هي تحيا في عقل انا كمان اهو. انا مندهش. ليه؟ انا مندهش انك انت عايز تجوز الكبيرة قبل الصغيرة. مش عايز، انا افضل طبعا الا اذا. يعني انا بقول لحضرتك انت سألني عن رأيي، انا بقولكش نعم. الصح والغلط على فكرة. نعم. الصح والغلط كل واحد يقرره لنفسه. نعم. انا سألني عن رأيي تامر. فانا رأيي تامر بعد الحمد لله انه يا حبذا ان الكبيرة تتجوز الاول. علشان يبقى فيه نفسية سوية عند الكبيرة وعند الصغيرة، والكبيرة اكبر فرحتك واول فرحتك ومش عارف ايه، الا اذا اللي جه وتقدم للصغيرة فعلا زي ما انت قلت بقى ما يترفضش. يعني افرض ان الصغيرة اكثر وسامة، افرض، انا بفترض ودي حاجة بتاعت ربنا، اكثر وسامة هتعمل ايه؟ لا ما عنديش كده كده. ما عندكش؟ ما عنديش حاجه اسمها كده، انا بنتين الاثنين امارات. في عيوني. في ايوه. طبعا في عيوني. ما مش عايز اشك. في عيوني. لكن في عين الاخ. ما فيش حد هيجي ينقي. ما تزعلنيش يا استاذ، اقفل بقى الموضوع ده. ما حدش لا. 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 طيب اذا سمحت. يجي يقول لي دي عشان احلى ولا دي إيه انت جاي سوبر طيب. ماركت. طيب عايز اقول لك ان رندا جالها عدلها. رندا للي للي فورا زغروطة ويلا بينا نقيم الافراح. جاي عدلها طبعا. والعدل ما بين عريسين كمان كويس، واحد فيهم خريج جامعة وبيشتغل شغلانة في الدولة بياخد حوالي 1200 جنيه، والتاني بيسألني بيقول لي تفضل اسمي نفسي ايه؟ قلت له انت اعمل انك مدير النيولوك. يعني ايه اسمي نفسي ايه؟ هو حلاق. حلاق. الله. خد بالك من موروثات تمام في المجتمع. كويس. ان كلمة اجوز بنتي حلاق. لا. فقال لي انا تسميها ايه؟ قلت له انت مدير مدير معمل تجميل. او مدير النيولوك. لا ليه بسميناها دلوقتي كوافير؟ يعني بيسموها الكوافير او اللي عندي مركز تجميل. مركز تجميل. او صالون تجميل. وطبعا بيكسب مكاسب هائلة. كويس ربنا يرزقه. وقد طلب الاب زواج الشاب الجامعي. قال لمراته نجوزها. وانا عندي سؤال يا ريس. اتفضل. هي رندا خرصة؟ لا ما هو كلهن متكلمات. وعندهم اصوات. ايه فين راي رندا في الموضوع؟ انا شايف ان بابا وماما هم اللي عايشين في الموضوع، وان اختار ده ولا هات الحلاق وده السوالف. فين رندا في الموضوع؟ عفوا. ايوه. المجتمع المصري في اكثر بيوته القديمه يخضع لهذه الموروثات. لا يا فندم لا، الكلام ده ايام نجيب الريحاني. عايز تفهمني يا استاذ مفيد، ده 2021 في بنت عندها 20 ولا 25 سنه خاضعة ساكنة، لا بتقول بم ولا بتاع تعالي يمين تعالي شمال. يا ريس يا نهار ابيض. بالك ان البنات مش كلهن بنات القاهرة. ومش كلهن طبعا. ومش كلهن لهن شخصية. مظبوط بقى بس النسبة. يعني الست امينة وجودها دلوقتي بنسبة قد ايه؟ طبعا. الست امينة بتاعت الثلاثية. لا وليه وانت هتروح بعيد ليه؟ إيه؟ انا هقول لك على خبر انت عارفه كويس، ان 98 قاضية طيب اتعينوا النهارده. طيب تقول لي يا ريس في مجلس الدوله ان رندا ملهاش راي. عشان كده طلبت ان نقف عند الموروثات تمام. القديمه. تمام تمام. لا انا معاك رغم ان انت سميتها قديمه وهي لسه عندي، بس انا موافق. يعني انا زي ما قلت لحضرتك انا افضل ان الكبيره تتجوز الاول ثم الصغيره، الا اذا كانت صغيره بقى يعني جالها زوج نرضى عن دينه واخلاقه ومستقبله اللي هو ما يتسابش. نعم. ساعتها بقى نقعد نعالج في رندا شويه. نعم. في 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 انكسارها؟ طبعا لازم يحصل لها كسره. مش طبيعي يا استاذ مفيد. نفس البشريه، حتى لو رندا دي متربيه كويس وبتعشق اختها وبينهم حاله حب وكل حاجه، لو هي اكبر من اختها بخمس ست سبع ثمان سنين واختها الصغيره جالها عدلها واتجوزت ورحنا واقفين بنلبس ورايحين نحضر فرح الصغيره،
انت متخيل مشاعر رند عامل ازاي؟ متاكد من ذلك، وعشان كده انا لما بطرح ده. يعني انت متخيل لو انت ابوها مؤكد هتبقى حاسس بايه وبنتك حاسه بايه؟ انا عشان كده بطرح ده لانه صعبه. من مهمه الاعلام، خلينا نكون واضح معاك، من مهمه الاعلام انه يفتح. مظبوط. لا انا مع العيون، ودي قضيه اجتماعيه حلوه جدا. دي قضيه اجتماعيه من اخطر ما يمكن. بس هو للاسف انا رايي انها تبقى معيار لكل اب وام وبنت. نعم. انا مش عايز استبعد البنت. صح، البنت هي البطله في الموضوع ولها راي. طبعا ده هي لها تتجوز، ده لها كل الراي. نعم. فيه. نعم. ده انا في رايي ان الاب والام رايهم استشاري. نعم. او يجب ان يكون استشاري في هذا الزمن. طبعا. لكن في الزمن القديم، لا الزمن القديم لا، انت بتتكلم على ان للاسف. نعم. البنات كانوا. نعم. يعني ملك يمين ابوهم. من فضلك، من محافظه في السعوديه الى برنامج النهار، حلقه الاستاذ تامر امين يوم الاربعاء، بيقول لي نحن اساتذه جامعه عين شمس المعارين للعمل بالسعوديه فوجئنا بقرار رئيس الجامعه بجعل مده الاعاره 6 سنوات ويطالبنا بالعوده لمصر حالا، وهذا يشكل ضررا وتشريدا لنا ولعائلتنا، فنحن وخصوصا اننا اخذنا قروضا واولادنا في المدارس. تمام. نرجو مد المهله 2 لتسويه اوضاعنا. اللي قايل الكلام ده وبعته الدكتور محمد السيد من جامعه عين شمس، وموجود الان طبعا في السعوديه. نعم. في السعودية. ما زال في السعوديه. هي انا اصلا صادفت يعني قصص زي دي قبل كده، ومش بس مع جامعه عين شمس او وزاره التعليم العالي، في مختلف المجالات. وهي انه ما تمش الاتفاق من البدايه، ودي المشكله، على طبيعه المده. يعني في ناس عدد السنين. في ناس خدت اجازه بدون مرتب، فدي مفتوحه شويه. وفي ناس خدت اعاره داخليه. الاعاره الداخليه لازم تبقى محدده المده منذ البدايه. يعني حضرتك بتروح بتقول انا يا جماعه انا عايز كذا كذا كذا، 6 سنوات، 5 سنين، سنتين. فانا تمام. عارف من اللحظه الاولى ان انا قاعد سنتين. تمام. المشكله انها ما تتحددش في الاول. ثم يصدر قرار الشخص المسؤول لاحقا انه يا جماعه هنعملها 6. نعم. فبقاش انا عامل حسابي. نعم. فتحصل المشكله زي دي، ياخدوا قروض والعيال يتشردوا. انا عايش حياتي في مجتمع وفي دوله. تمام. برتب اموري بناء على الحياه اللي انا فيها. يعني طبعا انا ما عنديش فصل فيها، يكفي ان حضرتك ذكرتها علشان الساده المسؤولين. عدد الذين طالهم ده 477 واحد. وانت عدد. انت مشكور. نعم. طبعا يا استاذ مفيد نقلت. نعم. القصه، وزملائنا دلوقتي في التعليم العالي وتحديدا كمان جامعه عين شمس سمعوا القصه، وارجو ان يجي لنا رد في تسويه الامور، لان هم في النهايه اولادكم يعني. نعم. اعضاء التدريس دول. صح. ولاد الجامعه وممثلين للجامعة في الخارج في المملكة العربية السعودية الشقيقة، فبالتالي يمكن تسوية الأمر عن طريق سماع وفد منهم أو مندوب منهم أو كذا يسوي الأمور، وإذا كان في إمكانية لمهلة عشان تسوية أوضاعهم فأهلا وسهلا. عرست يا أستاذ تامر أنه يتبعت لي اسم الشخص عشان طبعا عارف. طبعا احنا ما بنتكلمش عن منهول. إلى الدكتور محمد السيد جامعة عين شمس. ممتاز ممتاز. تسمح نتأمل في كلمات ولها دلالة حضارية؟ تفضل. كلكم جمال عبد الناصر، متى قيلت؟ دي اللي قالها السادات. لا. ازاي؟ الرئيس نفسه. لا. جمال عبد الناصر؟ عبد الناصر. امتى؟ لما تعرض لإطلاق الرصاص في المنشية؟ في المنشية. قال لك كلكم جمال عبد الناصر. لا، أصل قالها كمان السادات. بعد رحيل جمال عبد الناصر مباشرة. في فكرني. في سنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر توفي في سبتمبر 70. نعم. في بدايات عام 71، وبعد ان تقلد اللي كان نائبه الرئيس السادات المهمة، عملوا حفل تأبين كبير للزعيم جمال عبد الناصر. ووقتها كانت مراكز القوة من غير اسماء بقى ساعتها، كانت بتصدر فكرة طول الوقت للشعب ان السادات ضعيف والسادات مش هيقدر يملى مركزه، وشتان الفارق بينه وبين عبد الناصر، وكانوا بيسوقوا الصوره دي طول الوقت للشعب وبتاع عشان يظل السادات واجهه من وجهه نظرهم يعني، وهم اللي يفضلوا مراكز قوه ويحكموا.
والسادات طبعا كان معلم. نعم. كان ذكيا بالفطرة وكان سوا في الإسرائيليين في الحرب. نعم. يعني. فاشتغل السادات على انه مش جاي يهدم صورة جمال عبد الناصر ولا يخلف عبد الناصر بشخصيته الجديدة ولا كذا، بالعكس وقف في اول التأبين وقال انا اسمي جمال عبد الناصر وكلكم جمال عبد الناصر، مصر الان فيها 45 مليون جمال عبد الناصر. الناس اللي كانت واقفة بتشكك في قوته وبتاع كلهم هتفوا السادات السادات السادات. انا ليه باقي في ودني صوته المجروح ساعة اطلاق النار؟ مظبوط. صح. نعم. صح صح نعم. عندك حق، لانه خد بالك جمال عبد الناصر كان يتمتع بشعبية نعم خرافية، وكان متوقع في سنة 54 وقت الحادثة دي بتاعت المنشية. اصل انا حضرت في اسكندرية. اوكي. وشفته في البلكونة. ان الحادثة دي بعد سنتين من الثورة. نعم. ثورة 52. طبعا 52. فكان معتقد ان اللي عمله هو والضباط الاحرار يعني الشعب المصري هيبقى طاير بيهم من الفرحة. صحيح. بشكل خرافي. صحيح. فلما يتعرض لمحاولة اغتيال تبقى صادمة. صح. ايه ده؟ ازاي يحصل بعد اللي احنا عملناه؟ صحيح. يبقى في ناس عايزة تموتني. فدي اللي عملت الرجة والصدمة. وان اذا كان جمال عبد الناصر هيروح فكلكم جمال عبد الناصر. معلومتك صحيحة. بس زود عليها السادات. ان السادات في نعم. من ذكائه. نعم. عشان ما يقول لهمش انا جديد. وعبد الناصر مات. ماتت. لهم عبد الناصر لم يمت. نعم. ومصر دلوقتي فيها 45 مليون جمال عبد الناصر. طيب. عبارة اخرى. لقد رجوته. انا اسف رئيس. نعم. 45 مليون جمال عبد الناصر وقت ما كان عدد سكاننا 45 مليون. ايوة ما انا فاهم. لا مش مهم، انا عارف ان انت فاهم. انا دي رسالة. كلام لك يا جارة. تعداد مصر. 45 مليون. كلام لك يا جارة يعني. نعم. من 40 سنة من 50 سنة كان تعدادنا 45 مليون. نعم. النهاردة 110 مليون. 110 مليون. عبارة اخرى. لقد رجوته ان يبقى كما هو. وابقى انا كما انا في الجيش. لقد رجوته ان يبقى كما هو. وابقى انا كما انا في الجيش. مين؟ من عبد الفتاح السيسي الى الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور. مستشار عدلي منصور. صح صح. لقد رجوته في احدى المؤتمرات. أيوة. صح. لما قال ان يبقى كما هو. مظبوط. صح. وابقى انا كما انا في الجيش. صحيح. نعم. صحيح. دي لما كان الرئيس بيتكلم عن يعني فضائل والسيره الرائعه اللي عملها المستشار عدلي منصور. تمام. في تاريخ مصر، وبنوجه له كل التحيه طبعا. نعم. رجل انقذ مصر وخدم مصر في فتره مهمه، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وقتها بيدلل على انه ليس طالب سلطه. صحيح. وانه لم يكن يفضل ان يتولى المسؤوليه، بالعكس ده طلب من المستشار منصور. هو الزهد بعينه. طلب من المستشار. نعم. عدلي منصور ان يبقى كذا وهو يدعمه من خلال القوات المسلحه، لكن زهد المستشار عدلي منصور كمان في السلطه. تمام. اثر ان يرحل. طيب. يا كل رجل وامراه وطفل في اسرائيل اتوجه اليكم برساله سلام، رسالة سلام من شعب مصر. علموا أولادكم ترانيم السلام. تمام. علموهم كيف يزرعوا السلام. تمام. الرئيس السادات في الكنيسة. في الكنيسة. تمام. تمام. أنا الخطاب ده كل ما اسمعه ببكي وجسمي بيقشعر. أولا من نبرة صوت السادات، كان لديه نبرة حنجورية مؤثرة. صح. جدا، وكان بليغا في الخطب. حنجورية ولا حناجرية؟ لا حنجورية. حناجرية ليه؟ حنجرة. اصلك احيانا احنا نقول ايه ده حزب حنجوري. ده فكر حنجوري. ايوه. حنجوري يعني بتاع كلام. بتاع كلام. ايوه مرة. لا بس بتاع كلام غير مقرون بالفعل. في الخطب انت المفروض تبقى بتاع ايه؟ بتاع كلام. نعم. فهو الحنجوري اللي هو المفوه في الكلام. كويس. الحنجوري هو المفوه في الكلام. طبعا حنجوري. عنده حنجره وبيعرف يستخدم هذه الحنجره في اطلاق المعاني وال من فضلك قول ان مفوه. ان السادات مفوه. مفوه. كان مفوها. مفوه. بس اصل مفوه تقيل يا شباب. ماشي. انت دايما بتقول الراي. او تصلح الكلام. صح. للناس. مفوه. 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 مفوه وخطيبا وبليغا. الحقيقه يعني. واستخدم نبره الصوت اشيك استخدام. طبعا ده كفايه
خطبة النصر في مجلس الشعب بعد العبور لما قال لك انه خرج كيف خرج ابطالنا من هذا الوطن ليضيئوا مشاعر النور كذا لينقلوا الناس على جسر بين اليأس والرجاء. شوف قالها ازاي بين اليأس والرجاء دي. احب اضيف انه استاذ موسى صبري والاستاذ اسامة الباز شارك في كتابة النص. وحب اقول لك انه معلوماتي انا من الاستاذ موسى صبري انه الرئيس السادات هو الذي وضع زي ما تقول عظم النص ان صحت العبارة طبعا. يعني عظام النص اللي لبس الصياغة بقى الصياغة استاذ موسى صبري واسامة الباز. يا سلام. واسامة الباز يتمتع بالدبلوماسية غير عادية طبعا. وموسى صبري له اسلوبه طبعا طبعا. الاقتراب من حصة مصر في النيل في المياه خط احمر. ده اكيد الرئيس السيسي. اكيد الرئيس السيسي. مش محتاج كلام. العين ما تترفعش عن الحاجب. الرئيس السيسي للدكتور سمير فرج. اللواء سمير فرج. صح لواء دكتور سمير فرج. مظبوط. صح. لما الدكتور سمير فرج وهو اقدم طبعا دفعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. نعم. فكان بيقول له الدكتور سمير فرج بيقول للسيادة الرئيس انا اتشرفت بالعمل معاك. تمام. وقت فقال له لا انا اللي اتشرفت. فقال له انا اللي كنت بعمل مع حضرتك مش انت والعين ما ترفعش عن حاجة. طب هي دي الحقيقة بخلاف انها اخلاقيات محترمة جدا في رئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي بس دي كمان اخلاقيات العسكريه المصريه وفلسفيه العسكريه المصريه. انا بسميها ادبيات رئيس. ادبيات الرئيس بس انا بمزج الحياه ما بين فروسيه العسكريه المصريه فروسية واخلاقيات الرئيس. تمام صحيح. تمام صحيح. نطلع فاصل قبل الارشيف. يلا بينا يلا بينا. الارشيف وجب فبالتالي الفاصل كمان وجب. عدنا بعد الفاصل والموعد مع الأرشيف في الكنوز والذكريات والصور واللقطات. حديث الذاكرة. ست أم كلثوم أنا لما أشوفها ماشية على سجادة حمراء أي سجادة حمراء أستشعر المعنى ده. عز ودلال وحياء. صح. واثق الخطوة يمشي ملكا ظالم الحسن شهي الكبرياء. الله 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 الله. المعنى ده على طول يجي لي بالرصانة دي. مشي على السجادة الحمراء مشي بشموخ بشموخ وبتواضع في نفس الوقت. نعم بالظبط. وبعز وبجمال ودلال وحياء. طبعا انا عايز اقول لحضرتك يا استاذ مفيد بالصدفه سبحان الله امبارح بالليل وانا سهران بقلب كده على اليوتيوب فلقيت تسجيل نادر لكوكب الشرق السيده ام كلثوم ومعاها الشاعر العظيم احمد رامي وهم موجودين في الاذاعه المصريه. نعم. وكانت بتسجل وساعتها اغنيه ثوره الشك. نعم. واحدة من أجمل أغانيها طبعا وللمرة الأولى والوحيدة وللأسف مش عارف اسم المذيع لأنه يعني ما تقدمش. أنت طبعا عارف صوت جلال معوض. لا 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 طبعا لا ده كان مذيع واضح إن اللي كان عنده الشفت وقتها في الإذاعة وهي في الاستوديو اللي جنبه استوديو 43 بتاع المزيكا بتسجل أغنية ثورة الشك. تمام. فيبدو إنه اقتحم عليهم الاستوديو بجهاز التسجيل وقام قال لسيدة أم كلثوم للمرة الأولى هنجري مع حضرتك لقاء سريع لمدة 5 دقايق قبل ما نذيع على الناس التسجيل اللي انت عملتيه لأغنية ثورة الشك. نعم. فالأول تحفظت شوية وبعدين وافقت فسألها قال لها وانت ممكن تقولي لنا قصيدة ثورة الشك إلقاء قبل ما فقالت له لا كده. قالت له لا. قال لها لا ليه؟ قالت له عشان أنا دوري إن أنا أغني انت قولها إلقاء وأنا أغنيها يا اما انا ممكن القيها ولو تعرف انت تغني. قالت له كده. فقال لها لا طبعا انا لو غنيت عامل مش عارف ايه. المهم استسمحها واستسمح احمد. قال لها معلش يا سيده ام كلثوم اعملي ايه. فقالت القصيده القاء وقالت انها شعر الامير عبد الله الفيصل والحان رياض السنباطي. فسالهم الاستاذ احمد رامي موجود ليه طالما هو مش كاتب القصيده.
فقالت له أولا عشان هو مستشار الأدبي للإذاعة المصرية كلها، نمرة اتنين أنا لا يمكن أغني كلمة دون أن يوافقني عليها أحمد يا رامي. سلام مدخل شوف نعم. شوف نعم. ثم أغنية ثورة الشك بقى بأحلى كلماتها يعني وانت بتسمعها دي اللي فيها وما أنا بالمصدق فيك قولا أيوة ولكني شقيت بحسن ظني ولكني شقيت بحسن تمام وأكاد أشك في نفسي نعم صحيح. لأنك مني صحيح لأنك مني هوريك صورة خد بالك نعم أحمد رامي هو بيتكلم عن الكلمات الأغنية المذيع بيسأله إيه رأيك في كلمات الأغنية الكلام دلوقتي لو أنت سألت للناس هيقولك كلام تقيل نعم لقصيدة طبعا أحمد رامي قال له الحقيقة هي قصيدة خفيفة خفيفة أحمد رأي رامي قال له الحقيقة إنها مفجأة. قصيدة خفيفة وميزتها وده اللي حببني فيها ونصحته أم كلثوم تغنيها إنها من القصائد السهلة للغنى بعيدا عن الحاجات التقيلة فقلت له يا نهار ابيض يا نهار ابيض تعالى دلوقتي اسال فيها الناس هيقول لك دي عباره عن شعر جاهلي انت عارف يا استاذ تامر اتفضل كانت ام كلثوم عندما تغني شعرا يغنيه الناس في الشارع طبعا طبعا في ايام الخوالي طبعا نعم طبعا طبعا هل تعرف انت سيده الدراما الكاتبه الرائعه زوجة الفنان الكبير الراحل أبو بكر عزت أبو بكر عزت نعم مين سيدة كوثر هيكل كوثر هيكل أماني كانت مديرة القناة الأولى لا أعرفها طبعا بس تصدق أن أنا ما ربطتش أبدا بينها وبين أبو بكر عزت هي زوجة أبو بكر عزت الفنان الكبير نعم الراحل رحمة الله عليه وأم للسيدة سماح ابو بكر عزت زوجة الكاتب خالد منتصر ايوه مظبوط نعم. لا بس عمري ما ربطت الحقيقه طبعا طعمات كبيره احنا بنتكلم عنه كوثر هيكل وابو بكر عزت طبعا يعني من العظماء هي سيده الدراما يعني كاتبه دراميه درجه اولى درجه نعم. اولى صحيح نعم في كمان معلومه يمكن ما شفتش انت ابدا الكاتب اليساري المحترم زوج المذيعه الشهيره أعظم من قرأت نشرة أخبار على الشاشة سميرة الكيلاني سميرة الكيلاني جوزها الأستاذ محمود أمين العالم يا نهار أبيض نعم يا نهار أبيض على الدكتور العالم طبعا هو ده اللي صفته على الشاشة طبعا طبعا دكتور محمود أمين العالم طبعا واحد من الـ يعني الجهابذة وللحقيقة ما خدش حقه كمان من الإعلام والأضواء ما دام أنت قلت كده لازم أقول لك إنه كانت يساريته يسارية معتدلة رشيدة بالضبط كانت يسارية رشيدة لأنه اليسارية أحيانا قد تجنح شطة في شطط وتشط صح تمام. عندك حق عندك حق خلينا أقدم لك صورة يسرى في صورة شقاوة وهي تحب شقاوة البنات وقالت لي إن أنا جزء مني شقي وظل يظل شقيا ولو فقدت الشقاوة ما بقاش يسرى صح سيفا الجميله او هكذا يدلع سيفا تمام اسمها الحقيقي نعم. عايز اقول لك يسرى او سيفا فيها حاجه مختلفه ربنا حباها بيها وانا في رايي انها سر نجوميتها وتالقها طول هذه السنوات وسر انها فاكهه الوسط السينمائي والفن صحيح ما تقوليش هي ايه مش عارف مش عارف بس انت فعلا تقعد مع يسرى لو في وسط الف حد نعم لازم عينك تروح ليسرى يسرى تمام ليه ما تعرفش تمام ليست المفوهه اللي بتتكلم مش عارف ايه لا. ولا لا. وطبعا هي جميله بس نعم. برضو مش بسبب جمال فيها نعم. حاجه نعم فيها نعم. حاجه مخليها شيء يسرى شيء من بعيد يشد صح شيء غريب ليس مفهوما لكنه عظيم. جعل يسرى صحيح. يسرى صحيح اذا سمحت اقدم لك صوره ليا أيوة. وانا احاور الفنان الكبير العظيم دريد لحام الله الله واحد من عباقره الفن العربي تمام لقطته ايضا في اثناء وجوده في مصر وخدت منه معاد الحقيقه يعني انا بحترم الاستاذ دريد احترام نعم. خاص لانه من القلائل اصحاب الفكر نعم
هتقول لي يعني ايه اصحاب فكر؟ هو كل الناس عندهم فكر. ما طبعا تمام، بس في فنانين كتير موهبتهم الاساسيه هي التمثيل نعم والتقمص وتجسيد الشخصيات، ودي حاجه ممتازه نعم. بس يا حبذا كمان لو يكون هذه الموهبه مصقوله جنبها بفكر نعم صح، فنان صاحب قضيه صح، صاحب راي صاحب صح رساله صح. اعتقد طبعا دريد لحام واحد من هؤلاء. بعتقد ان من هؤلاء رغده، رغده صاحبة قضية. انت تختلف او تتفق معاها مش مشكلة، لكن هي صاحبة قضية طبعا نعم. محمد صبحي صاحب قضية مظبوط صحيح مظبوط. فدريد لحام كما تفضلت صاحب قضية مليون في المية. عايز اقول لك ان انا حاورت من العسكريين على تاريخ زمن الطويل المشير طنطاوي الراحل مظبوط رحمة الله عليه، حاورت ايضا السيد ابو غزالة هي. وحاورت الذي كان رئيس وزراء في يوم من الأيام ثم صار كان وزير دفاع ثم صار رئيسا للوزراء، اسمه رايح من دماغي ولابد أن السهو يبقى جزء من الشخصية طبيعي. لكن أبو غزالة حب مني سؤال قلت له فندم هل الحرب تعلم الحرب؟ الحرب تعلم الحرب. فتوقف عند السؤال وقال لي نعم الحرب تعلم الحرب لكنها تفرض السلام. يا سلام آه. يا سلام آه. شوف كمالة الإجابة نعم. كان عظيما أيضا المشير أبو غزالة، وكان محبوبا جدا نعم. جدا جدا في الشارع حتى مش بس نعم. من المؤسسة العسكرية صحيح. أحسنت ومشكور دايما على كنوزك الأثرية الجميلة يا أستاذ مفيد. وقبل الختام لك نعم. السلام. الحياة لا تعطي أبدا دروسا مجانية لأحد، وحين أقول لكم علمتني الحياة فتأكدوا أنني دفعت الثمن. الله. غدا نهار آخر.